عليكم حبايبي. كي دايرين غايا؟ كيفكم؟ ازيكم؟ شلونكم وايش اخباركم؟ وهلا بحبايب شيماء وين ما كانوا. واليوم فيديو جديد. سو يا جماعة الخير، فيديو اليوم هو تحدي ايش في فمي، تحدي مع اختي. فهي محضرة يعني مجموعة من المأكولات وأنا كمان يعني محضراها، اللي راح نسوي يعني حسب الدور. كل واحدة راح تغمض عينيها والأخرى راح تعطيها تتذوق الأكل، ولازم تحضر شو هو هذا الأكل من خلال يعني التذوق. فيلا نبتدي والله يستر. ما بعرف شو أمل محضرالي، لتكون محضرالي فحم أو شيء من هذا الفحم ممكن. فيلا نبدأ. كثير سهلة، كثير سهلة. أوكي أنا محضرة لك أشياء عجيبة كمان. يلا، حجر ورق مقص، هي اللي راح تبتدي. ما بتشوفي ولا شيء؟ لا ما بشوف ولا شيء. أنت على إطار الكاميرا؟ يا يلا سوا راح طري. سيريالز، كورن فليكس، رقائق ذرة. ياي هذه سهلة. أنا عملت لك الأشياء سهلة، بس هذه سهلة. بتذوقي مرة ثانية؟ ما لأنه يعني طعم رقائق الذرة وخلبط علي الأحد أطعمة. لا I don't like it. ما عرفتي؟ أقول نقول شو؟ الكيتشوب. Oh my god الكيتشوب. لا لا يا جماعة، بتعرفوا يعني لأني أكلت رقائق الذرة من قبل، ف يعني تخربطت بالابواب. هاي التذوق مو الابواب. شو بقول انا؟ بالصحة والراحة. ما تشمين انه تشم. لا 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 ما بشم. سوي نسوي شيء جديد. ما شو الخردل؟ الخردل يا بكرهه حار. I don't have water. No. آخر شيء ما رح تعرفوا لأنه هوكلة كتير غريبة. شوفوا غريب والله والله يا جماعة. شوفوا رح تعرفوا شيء. شو مالك أمل؟ الخردل طول ما تعرف ما كان حمدش حار. كولي مزيان دوقي. شوفوا شو هذا، اكله كثير غريبه. ولا في حياتك كلتيها بزول؟ بس طعمه، وانا ايضا ما كلتها. بس طعمه زين يعني مو بشين. طعمه زين يعني مو بشين. مو بشين. وينها؟ والله طلع حلو. انا عرفت. ما عرفته. البسكوت شوية مية مطحون. او ماي جاد، حطيت البسكوت مع الماء؟ يا انت شو انت شو؟ ما فقط اربعة. سو شوفي الخلطة. ما بشوف ولا شيء. او ماي جاد، الحين دوري انا. يس الله نبدا على بركة الله. أول شيء راح أبتدي فيه هو هذا. يلا هو هذا. في يلا نبتدي. كمون. شو؟ كمون. شو اسمه؟
الكمون. بحاولي عرفتي. او ماي جاد. يلا نشوف هذا. يلا حرام عليك يعني ما بحبه. المايونيز. او ماي جاد. اللي بعده ما عرفتيها؟ لا تذوقي. لا 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 ذوقي. لا حتى تعرفيها ما عرفتيها؟ ما عرفتيها؟ لا. هذه القهوة يا غريبة الأطوار. مذاقها حار كثير. مذاقها حار. والحين الشيء الحار. حرام عليكي. لا لا تخافي. يلا. شو هذا؟ ما عرفتي؟ ما يتكال. ما يتكال. شو هذا لك؟ شو هذا؟ لا. ما عرفتي؟ بيها مثل. مثل إيش؟ لا ما عرفتي. ما عرفتي؟ really؟ أتاي. الشاي. حبوب الشاي. لا تحسين بإحساس غريب لما تشوفي الكاميرا. شفتي الإحساس؟ إحساس غريب. سو وصلنا لختام هذا الفيديو. طلعنا متعادلين. أنا ما عرفت اثنين وهي ما عرفت اثنين. بس غريبة ما عرفت القهوة والشاي. كان مذاقهم غريب يعني. كان حار. وأنا كمان بالكيتشوب لأني استغربت لحتى ذقت مذاق الذرة بعدها يعني أكلت الكيتشوب فكان هيك مزيج بالطعم فما استطعت أعرف الكاتشوب. بس يا كان تحدي حلو. كان تحدي حلو استمتعنا. والله استمتعت كثير. استمتعت. واتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. اذا كنت جداد لا تنسوا تشتركوا في القناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر وتشغيل زر الاشعارات الجرس وكمان لايك. ايه وخلونا تعليقاتكم لان تعليقاتكم تهمنا. وفقط انشروا هذا الفيديو مع اصحابكم وبشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. تمنيت لكم الراحة. سلامة.